محمد شبر خلفون صباح ومساء على محمد عبد الستار اللي منور الدنيا بحلقه مدرب النشيد بتاعنا. حاجه جميله السفير نوال حسن عم احمد عبد النجار اللي منور الدنيا بحلقه. حاجه جميله يا عم ياسر النجار من هنا من تحيه. حاجه جميله يا عم عبد الشيخ ابو عروس وكل ضيوفه وكل حبايبه. حاجه جميله يا عم عبد البديري مره جديد مره صباح ومساء على كل الساده الحضور. حاجه جميله القاهره بشرات القاهره صباح ومساء على الراعي الراسي جلال عثمان من هنا من تحيه. حاجه جميله المعلم هاني زين صباح ومساء على المعلم فوزي بركه اللي منور الدنيا بحلقه من هنا من تحيه. حاجه لا تقريبا كل شبرا خلفين قول برضه قول سلامة حال كل الناس اللي جاية. سلامة حال كل الناس اللي جاية. كل الناس اللي جاية أنا وسهلا بيها. الله المفتاح اغلى كبيره لاحلى عريس في الدنيا واحلى عريسه صباح ومساء لكل الساده الحضور اللي منورنا. ما زلنا ما زال لقاء مستمر من مصر الدولي ومن مصر بعد الصغير اللي خالي معانا. يلا يا باشا. ايوه زرموطه حلوه كده حبايب العريس وحبايب العريسه. ايوه يلا باشا فرجيه كل عادات فراج المواهب وكل افلا عليهم. فرجيه النهارده عند جلال عثمان كنا نقول ما يسواش. ابو عمار معلم عبد الناصر كان بفضل عليه. حاجه جميله المعلم شحته فراج الجلال معانا مين تاني معلم شحته فراج. فين المعلم عبد الشبلي والمعلم عبد الباجوري بس سبع طلع كل الاجماع. فحاجه جميله يا عم شحته فراج خلي بالك. تحية جميلة يا عم جمال عم مقصود ابو احمد قلنا اللي يفتح لنا الباب ربنا يفتح له ابواب. عم جمال عم مقصود اللي بيمثل صب على عم عبد الباجوري عم عبد الشم بيصبح الناس على كل الساده الحضور اللي منورنا مره مليون مره. دول عريس النهارده وعريس النهارده لاي حد موجود في الفرح احلى سلام وتحية. يلا عبيد يلا ناسا. ايوه ايوه السلام. عايزين نسمع زروق تعالى يا جماعه زروقه. حد بيعرف زروق ولا ايه؟ يا جماعه زروقه. متريكة احسن. السلام. حاج نجا حماد النور كان الحال حبيب قلبي النور ادينا بحالها. السلام اسمي في
الله.